فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قيام النساء بتنظيف المقابر؟ لا يجوز للنساء أن تزور المقابر ولا أن تدخل في المقابر، ممنوع هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لا قبر قريبها ولا غيره، ولكن تدعو لأقاربها وتدعو لأموات المسلمين وهي في بيتها أو في مكانها، ولا تذهب إلى المقابر. نعم.